الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ربنا جل جلاله في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الثانية من سورة الجمعة تبين لنا نعمة من نعم الله عز وجل على بني البشر، على بني آدم، على سائر المخلوقات، لأن الله هو الذي خلق سائر المخلوقات، جميع الكائنات، يحبهم، يعزهم، لذلك أرسل إليهم النبيين والمرسلين لهدايتهم إلى طريق معرفة الله جل جلاله، كما في سورة الأنبياء في الآية 25 ربنا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون أمة بلا كتاب، أمة بلا كتاب، لذلك أطلق الله عز وجل على أمة العرب هذا الاسم، ولكن في الوقت نفسه هو دين للعالمين، كما قال ربنا في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام يستغرق الجميع. من مميزاته، من خصائصه الشمول، الشمول من حيث الإنسان، فهو يستغرق جميع الناس. الشمول من حيث المكان، فهو نور الله الذي يضيء أرض الله، الذي يضيء هذا الكون الفسيح. شمول من حيث الأحكام، فأحكام الإسلام تستوعب جميع مناحي الحياة. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي بعث في الأميين، بعث خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في آخر كوكبة النبيين والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته إلى أن يقول: لا نفرق بين أحد من رسله. موضع الشاهد: لا نفرق بين أحد من رسله. إذن فجميع الأنبياء مرسلون من الله جل جلاله، وقدر أن يكون خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منهم أي تعرفون أخلاقه، تعرفون سيرته، تعرفون حياته، تعرفون أصله، تعرفون أصالته، لذلك كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ربنا عز وجل أنعم على البشرية بهذا الكتاب، وهو المعجزة الخالدة، وقد اقتضت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات التي تبين صدق النبوات
وصحة الرسالات، ولكن تلك المعجزات مؤقتة زماناً ومكاناً وإنساناً. أما الإسلام فهو شامل من حيث الإنسان، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأحكام. هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الذي تكفل الله بحفظه، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية والتعليم، التربية والتعليم، كلاهما ملازم للآخر. التربية مهمة جداً لأنها تنصرف إلى النفوس، والتعليم مهم جداً لأنه ينصرف إلى الرؤوس. التزكية إلى النفوس، التعليم إلى الرؤوس، والعلاقة بينهما علاقة تكامل. لذلك قال ربنا عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية التي خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال في حديث آخر: ما من شيء في الميزان أثقل يوم القيامة، أي في الحسنات، من حسن الخلق. وقال في حديث آخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال في حديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا قال في هذه الآية: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا فعلاً في ضلال مبين. الدليل أنهم كانوا على الشرك، أنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، تخلوا عن ميراث خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن جاءت عقيدة التوحيد كما في هذه الآية، وهي خاتمت جميع الرسالات وجميع النبوات. والآيات تترى تؤكد على التوحيد كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. وفي سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة البقرة الآية 255 آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية التي تليها 256 من سورة البقرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا. إذن هذه النعم، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان بالله وحده لا شريك لها، وهذه النعمة لا بد أن نبلغ بها الناس. فكلنا ملزمون وكلنا مأمورون بتبليغ دعوة الحق إلى الخلق بالحق، فنخدم الحق بالحق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: بلغوا عني ولو آية، تخفيف وتشريف، بلغوا عني تشريف ولو آية تخفيف، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وربنا لم يلزمنا بأكثر مما نستطيع. لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ثم أمرنا بأن ندعو إلى الله بالحكمة
فالحكمة مطلوبة، وهي التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في سورة النحل في الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرم عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا واستقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.